الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوين كاينو دغاي سنين سورة الأعراف وحكمها صدح قصو صدح ضباي سكوبا باي كالايا كودهان سوين كويا لك وضح الله يا هاتنا صدح أساسي قارة نبي موسى عليه السلام يا ولالكي هارون لها يوحو كور رمي انتو كم مغنا نبي موسى هير بنو اسرائيل الى عابدين تبي نبي ولالكي هارون بو عنانانا يا كرك ايا ملحا وقبتوا قلقل ايا استوى كعذر دارانا يا وحو لا يا هاي تدلك وضعب انا يدلان بابا كبق ضيبا لكن نبي موسى عليه السلام انتو يمكدي وهجاتنا يا رنتي قد يضاسي وكو عنانانا يا وحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب كاوي أرنت الله بعد نوى النبي محمد وإلى هاي وأماري رسولك صلى الله عليه وسلم سفوين كأولي هاي وحكم ذا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا يقول نبي أمضى فريا حمان تنودي ذي قصة صدحات نوى حويا قصة أصحاب القرية وأقول أمي قالت دقنا أهرير بن إسرائيل كمدا وإلهي وكحران تنمية بحلك كلونك الله إلى هذا إنه قرطان سبتنا صدح قولي النقدين قولي حران تي أبراري وكلونك يسكى قرطي يقولك آمسي يقول منكر كي ديدو دور كو دي قات صدح لا قصو وحينو الشيغي أباب كاسي مهمة دولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبد بادادا أمدو إنه كتر تباكا هذا يدك وناجى إسفران حمان تناي سدي لأن إيمان كودا نار لا بدر ويا بحيسا كباي بختين سك الله هدي الله أيقا وما دا مسلم كويس كشر كليه شركو هذه أشار مركب حبين بكارا نختار كويس حس كده ينو دوي هذا الدوي اسم ما إذا نو حرادا أو قان كسي يقف كبكان كاه حبين كان كنسر باكو دعايو ما بوكسنايا ان لو جرابو بهاي صوتاشو صحيح كدبنا و بدبادادا دا waxay ku jirtaa in laga reebo xubinka qofku isagoo ku niyad sabo iska jara xubinka soo inta kala si ay ugu caafimaad qabto rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam wa tusale waxa uu noo sheegay dadka muslimiinta inay isku jirkeliyeen مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وشرك لي المسلمين تكلقين روحوا بالمركب بكوضة انت كلنا ويلحن وسطاح ذين كينا وسوچي له قف كينا منكر ككوكعي يدنبقا وحو كلقين حبين كاب بكوضة يوكله xubin ka bukooday xanuunsanaya ayuu ka dhigay sida daraadeed waxaynu isku deynaa inaynu daweyno sidee loo daweynaya waa la waaninayaa waa la wacdiyayaa la fadaaxadeyn maayo waa la soo dhaweynayaa haddii xataa kaliftayna duul la siiyo khayrka lagu laaluushaya haduu diido dawadii baa loo sii waday wal xabsiyaa wa xabsiga waxa la islaaxiya waa meel qofka lagu hagaajiyo dib u habeyn lagu sameeyo dhaqan celis haduu taa diidana wuxuu noqday xubinkii kansarka qaaday xuduud baa jirta marka wax leh xuduud xeer ciqaabeed oo dilkii bay marka maraysa iyo xeerkii tuugada iyo baabkaasay gaaraysa marka waa wasladii kansarka qaaday laga reeray marka bujtamaci qofkeena kamid ah xumaan la yimaada bukaan waa bukaan xanuun buu nagu hayaa waa inaga la seexan la la warwareyna war munkarka maxaynu ka yeelaa war fitnada saadac xanuun bayna wada hayaa waynu ka xanuunsanayna idan marka daaweyntu waa muhiim daaweyntu waa baab kana lagu daweeyaa marka waxaynu intaas raacin lahayn inay horta sawa inaan u dareenno inaynaan kala hadhayna dooni kaliya wada saarana inaan ku xisaabtana way dabkuna dadka wada gaarayo daadkuna wada qaadi karo wataqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khaas dibka yimaada kuma eega cidiisa wada gaaraya bulshada oo dhan dhimbiila ka duulaya faa'iidooyin badan buu leeyahay baabkan la fuliyaa faa'iidadiisa koobaad waxa weey al-imtithal li amri llahi subhanahu wa amri rasuuli sallallahu alayhi wasallam ilaahay rasuulka amarkoodii bay u hoggaansamayna
إلى إله وحول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هلا إذن كهلا والله الأمر تدونا جنافرة حمان ترديدة. رسول كرم الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى سد حديد درج هسوليه وفعلي قولي قلبي هايك تماها لكن وها وشو تاجو وحفا إذا ظل بعد كشرته وحوى وشقدي رصوشه وإن كان حسين النبي محمد سيفوي كيس كمثال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقد يدين تاسو دليله صار رأي النبي قال مكاه صلى الله عليه وسلم فإذا إن كان كمثال بعد إن إلا واقبله دكتور هذا المنكر كيسك ودكسدان يسك أكتر دعاء هذا المعقل منكر كيد جديد أو حمان تيد منكر كيد جديد يا حمان ولا جنا ويد سفر النبي عليه الصلاة والسلام هديك لا إلى هاي عقاب ويد كرد عقابكم حنا قنكرة ما ها أوكل عقاب عرك كسود ده خلاف دكتور أس خلافان يدلك أي نحن هذا يسك دلا يا وعقاب ودر هذا وعقاب أباره وعقاب هذا وقال له قصة لذا وعقاب دل لذا مسلم كل عوا عقاب بركات سيدي يا الله يا الله بريادة إذن بضينه حوالا إذن كان قبل ما يبن نبي صلى الله عليه وسلم فإذنك وحكم إذا باب كان يستقى ووحي إنه طلقنا طلق من هنين إنه منكر كي سكاشنه يبلا أي يباس كي يكا حمان توضعين لقوم يلقليه إلهي بها سبحانه وتعالى وحكو الرمى يا مؤمنين تأي يدقى الكود يا وحي أهل كويه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض تذكى الشهادنا يا يجا طلا لقو سهر رئيسي يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وانا جايس فريان فما انت ناوي سدي ذي صلاة دي سكدي بكنابك سهر رئيبا صلاة دي سكاتير يا والله سلا سوكا يا هدي وانا جي حمانتي ايسكم من غضان من اللي يسوي داريو باب كان يستقع فوائد كيسا وحكم ذا واسباب النصر سببه لهي نوغو قرقاروي واسباب التمكين هذا هو وحي إلهي أنه قهي لنا يعني مركي نكاحن اسكتش وشيني أود الدلك يدو لدمدنا التاسوس إنه سيني الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ضدك مسلمين تألقا كود وحي وحي هدان دو لدمدنا السيئية أود دين تهوى ذيك صلاة الله سكاة الله بحية وناك الله يسفر حمانته الله يسودي ما هين دول بلور دي حمانته تاسي تمكين تيا ود كويلا عدو ونساس إله وقيلي إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصر أن الله من ينصره وحين الله أنه لا أنبدو ينقى بختي حما صدي كلا اسكبرتي تي قبيل يتي سياسة يتي مصلحة تاسعر كامريس حما صدي غير دي دين ويرنا قصة الله ينود الله الله ينود الله تاباب كائن كود دالو قفك مسلم كأما أمد إسلام كأم بحدودة حمان لقوم فافيو وحويان وحيليهن تلال وحيليهن دفاع شركو هدو وعذر كتلال وعيام الدفاع وعيام رأيبو كالين واساسو كالين باب كان اللي سوتاقا وبلشادة دفاع وذي تلال كور الله ينوافتشيو وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.